موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وأشار بيان لوزارة الخارجية أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح متولوشان سفيرا لها في القاهرة. وأكدت مصر أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين، وخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، وتعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال العام الحالي لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أي محاولات لعرقلة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سيرها. جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة. وجدد وزير التعليم التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشر دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة 8:15 صباحا لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان. وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي. وأعرب وزير المالية في بيان اليوم عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يعملون على تحقيق المستهدفات الجمركية من خلال المضي في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في سرعة ودقة الإنجاز من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورا وحوكمة ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة والمراكز اللوجستية المستحدثة. أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 يوليو وحتى الثلاثاء 29 أغسطس في تسليم أول دفعة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، وذلك في أيام محددة وفقا للمعلن من جهاز المدينة. وأشار بيان وزارة الإسكان أن تسليم الدفعة الأولى من وحدات سكن مصر يأتي بعد الانتهاء من تجهيزها بكل المرافق والخدمات المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم للمصريين بجميع شرائح المجتمع. يواجه فريق إنبي نظيره النجوم في السادسة مساء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والتقي فريق نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب في 8:30 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور ذاته من البطولة. يواجه منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي في 8 مساء اليوم نظيره الغيني في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويتأهل للأولمبياد المنتخبات الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في البطولة، ويلتقي المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة. ونجح المنتخب الأولمبي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب في إطار منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات ليحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.